وأصبحت الناس كالأغنام في الليلة الماطرة، وافترقت الفئات وتنابزت بالألقاب وتداعت علينا الأمم، وإذا بنجم يلوح في الأفق من هذه الأرض، نجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، كان ذلك زايد بن سلطان آل الهند. وإذا بالرجل وبهمة الرجال يسرع الخطى ويختصر المسافات ويؤمن الخائف ويطعم الجائع ويعلم الجاهل ويكون أمة، أقول أنه هو الأمة. الحمد لله، يجب أن كل إنسان يعمل بما يستطيع، واستطاعته ونشاطه يجب أن يزيد فيه في نشاطه اللي يعمل فيه من الخير، يزيده لا يهون فيه. واجبنا أن نعمل المستحيل ونعمل الغريب ونحدث الأشياء التي تفرح الإنسان وتسره إن كان بالنظر أو باللمس. لا شيء مخلد أبداً، لا مخلد الإنسان ولا مخلد المال ولا مخلد، مخلد لخالص الوطن والعمل للإنسان، وكل فرد منا بيذكر بعمله، كل ما بيعمل بيذكر بعمله.